بسم الله الرحمن الرحيم. عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها الأسبوعي الاعتيادي برئاسة الأخ الأمين العام المحترم الأستاذ حميد شباط، والذي سهل كلمته باستحضار أهم المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الوطنية، كما وقف مجددا التثمين على حدث من أهم أحداث السنة، هو احتفال حزب الاستقلال برأس السنة الأمازيغية في مدينة أجدير، وبالضبط في الساحة التاريخية لأجدير. هذا الحدث الذي عرف تفاعلا إيجابيا كبيرا من قبل ساكنة المنطقة ومن فاعلين كثر عبر التراب المملكة، كما جدد الأخ الأمين العام وجدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال مطلبها بترسيم الأمازيغية وبتخصيص يوم 13 يناير عيدا وطنيا. كما جددت اللجنة التنفيذية تضامنها مع الأخ المناضل الأستاذ أحمد القادري وكل المناضلين الذين طالتهم يد العزل، خصوصا وأن الأمر تعلق بانتقائية شديدة وبانتقائية غير مبررة. المساحة الزمنية المهمة من هذا الاجتماع الأسبوعي للجنة التنفيذية خصصت لتداول في موضوع مهم هو المتعلق باجتماع الحكومة ممثلة في الشخص وزير السيد وزير الداخلية والسيد وزير المنتدى في الداخلية والسيد وزير العدل مع المعارضة الممثلة داخل البرلمان في إطار ما سمي باللجنة المركزية المكلفة بتتبع الانتخابات، خصوصا أن اليوم قاب قوسين أو أدنى من استحقاقات سنة 2015. إذن تساءلت اللجنة التنفيذية حول سنة التأسيس وحول الأرضية القانونية لهذه اللجنة المركزية، متمنية أن لا تكون هذه اللجنة قد أسست على أنقاض اللجنة الوطنية التي عرفت أو تأسست سنة 1992، والتي تبت التجربة بأنها فاشلة ولم تفي بالغرض المطلوب، والتاريخ أصدق شاهد وخير دليل. الاخوات والاخوه في اللجنه التنفيذيه تساءلوا حول مجموعه من المواضيع المتعلقه بالتقطيع الجهوي واوان صدور المرسوم المتعلق بهذا التقطيع حتى يتمكن الفاعلون من الاشتغال بكل وضوح، طريقه الاقتراع، امكانيه الجمع بين المجالس مجلس الجهه ومجلس الجامعه الحضريه او القرويه في يوم واحد وفي صندوق واحد، تمثيليه المراه الى اخره. اذا الاحساس اليوم هو ان الهدف هو الابقاء او ابقاء الحال على ما هو عليه بخصوص الميثاق الجماعي ومدونه الانتخابات ومضامين الميثاق الجماعي ومدونه الانتخابات. كما شددت اللجنه التنفيذيه على ضروره فك الارتباط بين وزير العدل وبين السلطه القضائيه، لان الامر يتعلق بتوصيه من اهم توصيات اللجنه العليا المكلفة بملف إصلاح العدالة. ودعا حزب الاستقلال أحزاب المعارضة بطبيعة الحال إلى إصدار بلاغ مشترك فصيح بليغ للرد على ما تدول في إطار دائما ما سمي باللجنة المركزية للإشراف على الانتخابات. بخصوص الأنشطة الحزبية، وقف الأخ توفيق حجيرة رئيس المجلس الوطني على احتفالات او على ختام احتفالات الحزب بالذكرى الثامنة لتأسيس كتلة العمل الوطني، وتقرر يوم الخميس 29 يناير القيام بزيارة للمقابر إحياء لذكرى الأبطال والترحم على الشهداء الذين قضوا في سبيل الوطن وفي سبيل حرية الوطن، الحرية الشخصية والسياسية والوطنية. كما تقرر القيام بزيارة لمدينة واتزم أيقونة المقاومة الوطنية يوم الجمعة 30 يناير، وتكريم عدد من الوطنيين من قدام العمل الوطني عبر تراب المملكة، مع توزيع تقرير حول سنة من الاحتفالات بذكرى تمهيد تأسيس كتلة العمل الوطني. بخصوص موضوع التنسيق مع الاتحاد الاشتراكي وباقي أحزاب المعارضة في إطار الهيئة العليا لمتابعة ملف قضية الوحدة الترابية، تم تقديم تقرير حول عمل اللجنة أو الهيئة التي تشتغل على قدم وساق من أجل تعبئة شعبية كاملة حتى تكون سنة 2015 سنة الحسم وسنة القرارات الوازنة، كما جاء في الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء. الهيئة اليوم منكبة على إعداد وثيقة مرجعية وازنة وعلى ملف ترافعي سيوضع رهن إشارة الجميع حتى يتكلم الجميع نفس اللغة. بخصوص الاستحقاقات المقبلة، عبر الحزب عن استعداده لخوض هذه الانتخابات الآتية استقبالا، واللي كتهم 1600 جماعة تغطي كامل تراب المملكة، عبر إعداد الجميع انطلاقا من تشخيص الوضع الانتخابي للحزب وباستعمال محرار سياسي وحزبي صادق لا يخطئ القياس. وشكرا.